أنا مش الموناليزا، أنا شهد حواح من نابلس، 25 سنة، من محبي الفن وهوايتي المكياج السينمائي. بحب المكياج، بهوى المكياج، بحب أجرب حالي دائماً، وشوي شوي مع لما بلشت أكبر وبلشت أحضر وبلشت أشوف وأطلع وأثقف أكثر، كان عندي منحة مختلف في هذا الموضوع اللي هو المكياج السينمائي بأشكاله وأنواعه، وإن شاء الله عم بهدف إني أتقنه بكل أنواعه. دائما بهدف بشوف بحاول ادور على القضايا اللي بتاثر في الناس. عملت اكثر من قضيه، يعني عرضتها على السوشيال ميديا من خلال الفن اللي انا بعمله.